كريم يعني وانت بتصور المشهد ده وانت فاهم ان كثير من الافلام العالميه صورت في هذا المكان، بصراحه كلمني عن مشاعرك. مساعد مخرج كان معايا، كان مساعد مخرج مايكل باي، يعني كان مصر مش هنخلص يعني. هو كان توم هانكس موجود قبلنا باسبوع يعني. توم الصباح بقى. ايوه بالظبط. الزميل. الزميل. لا هو هي مالطا هي معروفه بالمكان ده جدا. اي مشاهد فيها سفن غرق بواخر عندهم من المكان تحت الارض، يعني انا احنا شربنا ميه ما شربهاش بحرف رشيد يعني، والله احنا خدنا كم مالح فوقنا جميع الكاميرا. ده السمك الكاميرا كان فيها بوري ودينيس وبربون جوه الكاميرا. فلا كان يوم في منتهى الصعوبه. بس زي ما قلت لحضرتك يا استاذ لميس، من اهم صفات دكتور بيتر هو تبسيط الحرب، زي ما كنت بقول تبسيط الحرب، ودي من صفات كبيره جدا في المخرج. لدرجه انا لرابع عمل مع دكتور بيتر انا خلصت يا بيتر. خلصت انت متاكد ان انا خلصت؟ انا قد ايه بيشرح لك المشهد بمنتهى البساطه، وقد ايه بتتخيل ان انت بتعملي مشهد بسيط جدا. ودي حصلت لي معاه على فكره من اختيار اثنين اول ما اقول لدكتور بيتر لما بدا اتفرج على الشاشه يلا اقول له يلا هرسم، هو انت كنت بتعمل ده وانت بتقول لنا ده؟ فمن اهم يعني يوم زي ده ما يخلصش في الكيمستري في 8 ساعات. في 8 ساعات كريم يعني.